دابا غنديو ليه التليفون ان شاء الله نشوفوا غدا الفعل ديالو حتى هو كيما داير. بونجور ميميتي، باقا ليا 3 ايام وغادي نمشي ان شاء الله للمغرب، وجيت ناخذ شي حويجات للدراري، بغيت ناخذ شي لعيبات وندوز لحدا ميديا وورد، هادي كتبيع الالكترونيك، ونتفكر المهلوك مروان باش كنت في المغرب ديما هو ما عندوش تليفون، كنا شحال هادي خدينا لي واحد التليفون وكان هغصه، كنا خدينا لي من عند مصطفى، كان شغل تليفون خدينا لي من عند مصطفى داك التليفون اللي بقى عند مصطفى، ودابا فاش كنت كنكون جالس ديما هو كيكون شي واحد شاد التليفون كيتميساجا بيه ولا كيدخل الفيديوهات كيجي حداه وكيتشكى وكيبقى يتفرج، وشحال من واحد كنشوفو كيقامع وكيقول لي ونوض اصاحبي كنكتب لشي وحده كتشوف الميساجات ولا كيقول لي تقعد ليا اصاحبي كدير بخير لاباس عليك الله يعوضك، وكيقول لي تقعد اصاحبي متكلي على كتفي ولا كيقول لي اصاحبي مبغيتش تشوف هاد الفيديو، المهم ماشي كيتعاملوا معاه خايب هما من حقهم فهمتي، كاين شي واحد خصوصيات كيجيو شي فيديوهات كيجيو شي ميساجات كيجيو شي تصاور، كان كيبقى فيا كنت كنعطي واحد البي سي ديالي ماك بوك كنت كنعطي ليه ما كنخدمش بيه كيدير بيه الويفي في القهوه وكيبقى يتكونيكتا منه ويتفرج منه ولا كيخدم بيه المجر خدا المجر يعني بقى بلا تليفون، ودابا الصراحه قبل ما نجيب شهر دويش مع واحد الناقص قلت لي خاصك تجمع راسك وخاصك تخدم في السونتر وخاصك تعلم الحلاقه حيت من القدام الا ما هزش راسو ما عنده اللي يهزو يعني هو مسكين ما عندوش بواك، دويت معاه قاصح قلت ليه الوقت غنبغاش بحال هكا يعني خاصك تعلم، وقلت ليه خاصك تبدل يعني ما تبقاش ضارب ما تبقاش تبقى تضيع الوقت في الزنقه يعني خاصك تبدل، والصراحه تبدل من بعد داك الشيء تبدل وعجبني وحيت تبدل وعجبني غندخل غناخذ لي تليفون هنا من ميديا وورد من طاليان وغادي ندي ليه المغرب ونعطي ليه مفاجاه. اميتي الحمد لله كما شفتوا وصلنا المغرب بخير وعلى خير، ودرت لكم الفلوق كيفاش دخلت الغفله، ودابا غنكمل لكم الفلوق كما شفتوا في طاليان كنت خديت هذا التليفون مروان المهلوك، كما كنت قلت لكم هو خاصو تليفون، وقبيله مع الصباح غدرت ستوريات وشوهم لقيتو جاي شي 5 كيلومتر باش يتسخر الدغري اللي غيعلمو الحلاقه، يعني لقيتو كيخدم وكيمشي للسونتر وما كيخش الزنقه بزاف، وداكشي اللي كنقول ليه كامل دايرو، ولقيتو كيمشي لاصال ما كيمنكوش، وان شاء الله عنده واحد الكومبا نهار الحد لا قدرت نمشي ليه غنمشي ليه وغنوريكم اش غيدير في الكومبا، ودابا غنديو ليه التليفون ان شاء الله نشوفوا غدا الفعل ديالو حتى هو كيما داير. ياش قلنا لك تعلم تحسن ماشي تحسن اللي كيحسنوا فافو هذاك غير الغرس. واه ليش خلو هذا واه ناري عشيري شفت صاحبي يا اخو كي داير بخير لاباس دور عاد نسلم عليك دور سير سير روح روح بينا خويا لاباس بخير وفين واه لاباس بوزني بونجور ميميتي، واحد التوضيح بعدا كاينين جوج مهاليك، هذا المهلوك الصغير قدم لي مراسك انا مروان مهلو خدام خدام ناسي غتجيوز اكملو خاتلوش عندي 15 عام كسكون في الغفل و عايش معايا في الدار بحال خويا تا هو وهو اللي هاغس الطونوبيل نهار جاش من ليه هادي ما قلتيهاش كيدير الزبايل المهم هو كان كحل الزبايل دابا بعدا شويه تقال كان كيضارب مع الدغي بزاف دخلنا لاصال باش ما يبقاش يضارب يضارب في لاصال، وقبل ما نمشي اش قلت لك؟ اش قلت لك خاصك دير؟ سونتر لاصال الدار سونتر لاصال الدار، المهم ملي جيت لقيتو كيمشي للمحل وكيمشي لاصال ولا كيعرف يحسن شويه 50% وكيمشي للسونتر وكيمشي لاصال
غيدير كومبا كيما قلت لكم، ولكن هرس الطوموبيل حقه المجار طواب قول بارح لقيت وما محسنهمش. حسنتي ولا لا؟ وافقت مع السبعه مع ديك غندير مع السبعه. قلت تحسنوا مع السبعه. دابا اناس الماكينه ديالو عازل الراس وقال لي ما تقيساش. المهم هاد المفاجاه غنقص لكم منها شي حاجه في الاخر ما حسنتيش طواب. عندك حتى شي ماكينه من الصاره وتحسن بها دوك غادي ديال الكليان غير كاينه ديال الملوك في الدار. وانت راه حرق قال لك اللي قاس المهلوك علمها. صافي خود ديالي. اسمع دابا قبيله تلاقيت معاك مع الغدا ياك اش قلت لك؟ قلت لي غنجيب لك مفاجاه. كون غتبقى تفكر نص نهار في المفاجاه؟ حتى لا ما فكرتيش فيها يعني ما باغيهاش؟ لا باغيهاش. قالك تجي وما فكرتيش فيها ما باغيهاش. فهمت ما درتش طلع مجرد دور الصالون ما باغيهاش قالك. دابا ما درتش بالي معاه فهمت. كنتي مركز مع الحسانه. مزيان دابا كيقنعني زعما خدام مزيان. اش اش في بالك اش جات المفاجاه؟ ما عرفتيش شي حاجه خاصك؟ بلاش انا نقربك نديرك بحال اللغز. واحد الحاجه ديما كي 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 كيخرج فيك عينيه مصطفى على قبله وحمزه والمهلوك. تليفون. صافي عرفنا بلا ما نقولوا لي شنو هي حول بطاقة مسدود زر ولا خايف ولا يعرف فيه زر ولا يعرف فيه حل حل ورق. تليفون مطاري دابا باش ما يبقاوش يقولوا لك حط تليفون ما بقاش تفرج معانا ما عندك تليفون ديال الطاري. شكرا. صافي ولكن غنحسنش طواب كنحيد لك الشارجور باش تحسن الطواب. غنحسن دابا غنمشي شي يكمل مصطفى الحسين ومن اليوم نعفيه بلا ما يمشي كمل. دابا راه غيفرح بالتليفون شوف فيه انا دابا تفرح بالتليفون خاصني نمشي نخدم التليفون دابا مابقاش بغا يحس ولا تمشي تحسن. لا مشي تكمل الحسين حتى من بعد تخدم بالتليفون. صافي راه فيه الشارجور فيه كلشي. صافي نردو بلاصو حتى نجيو. وعادشي دابا المشكله دابا انت غديتي لبلاصتو ياك ومصطفى الا خسرتي لي الحسانه ما تاخذش التليفون. والله ما هز التليفون دي معاك. الفرص راه كتجي مره في الحياه كاع ما خصك تبقى تسقلو. تعلم يلا هبط 5 كيلومتر على رجلك عاودتي سير شط ريبورتر. واو ريبورتر غوت غوت هاكا واش قول لي مع كوبون هاكا. المهم كيما شتو مروه المهلوك عطيناه هاد الحاجه هي اللي كانت ناقصاه وكانوا دغي بزاف كيقمعوا على قبله هو كيحشم شويه ما كيقدش يهضر بزاف هاد الشيء علاش ما دواش بزاف وما ما هو بحال ما هكا كيجلس ما كيهضرش بزاف. المهم هو حياته شويه صعيبه ماشي شي واحد اللي كيضحك بزاف واللي كيهضر بزاف حيت كانوا عنده مشاكل بزاف في حياته. مع الوقت غتعرفوا دغيا غيبان لكم مبدل لا في الفيديوهات لا في ستوريات لا كيفاش كيعيش معنا كيفاش كياكل معنا كيفاش كيريح معنا هادشي علاش حنا يعني كنعرفوه مزيان. هو دابا فرحان بزاف ولكن ما كيحضر راسو ما كيقدرش يدوي. والفلوق الجاي كاينه مفاجاه اخرى ان شاء الله بقاو معنا.